بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى أن ندعوه سبحانه وتعالى بكل شأن من شؤوننا، سواء كان للدنيا أو للآخرة، سواء كان هذا هو دعاء المسألة أو دعاء العبادة، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. إن كان الإنسان له حاجة عند ربه سبحانه وتعالى فإنه يدعو ربه سبحانه وتعالى بأن يعطيه هذه الحاجة. ودعاء العبادة هو أن الإنسان يثني على ربه سبحانه وتعالى ويمجد ويعظم الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى في غالب الأحوال أن الحاجة التي تدعو الإنسان إلى الدعاء دائما: اللهم وسع لنا في أرزاقنا، اللهم اهدنا، إلى غير ذلك. يبقى ده دعاء حاجة. ما هي الحاجة التي تطلب من ربك سبحانه وتعالى؟ يبقى ما هي الحاجة؟ فده دايما لعل الحاجة هي بتبقى المحرك للدعاء. وفي دعاء العبادة هو دعاء الرب سبحانه وتعالى دون أن نذكر حاجة، يعني كما نقول يعني يثني العبد على ربه سبحانه وتعالى الثناء. يبقى أفضل الدعاء الحمد لله، يبقى الحمد لله هذا من أفضل الدعاء، وبالتالي يبقى ثناء العبد على ربه سبحانه وتعالى، تمجيد العبد لربه سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى اعتراف العبد بفضل ربي عليه وبإنعامه، يبقى دون أن يذكر حاجة. فسواء بقى دعاء الحاجة أو دعاء المسألة يبقى يدخل تحت ذلك الأمر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني حتى الإنسان لما بيطلب المغفرة من ربي سبحانه وتعالى، فلو قلنا ده دعاء عبادة لكنه أيضا له لنا مطلب في ذلك، لنا مطلب غير الحاجات الشخصية التي يطلبها الإنسان. يبقى إن كان يوسع له في الرزق يدفع عنه ذلك الكرب، يدفع عنه هذا البلاء، فده دعاء مسألة، بيطلب مسألة بعينها. دعاء العبادة: اللهم اغفر لي ذنبي، يبقى ده دعاء عبادة، ولكنه أيضا فيه يعني طلب هذه الحاجة هو غفران الذنب. فالدعاء بصفة عامة سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة كلها إظهار العبد لعبوديته لله سبحانه وتعالى. الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء والعبادة. لذلك احنا مرت علينا الآيات كيف كان الأنبياء هذا الدعاء محور أساسي في حياة الأنبياء، محور أساسي يبقى في حياة الأنبياء الدعاء والعبادة، وبالتالي بيتطلب أن يكون ذلك الدعاء في مفكرة اليومية، الدعاء في مفكرة اليومية، وتدعو الرب سبحانه وتعالى خاصة في الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء، كما بين الأذان والإقامة، كما بين الأذان والإقامة، يبقى ده توقيت لا يرد فيه الدعاء. دعاء الإنسان هو صائم، يبقى أيضا الصائم له دعوة،
يدعو بها ربه سبحانه وتعالى. وأيضا دبر الصلوات، دبر الطاعات في جوف الليل، في الثلث الأخير من الليل، يبقى في أوقات يتخير الإنسان هذه الأوقات حتى تكون أرجى للإجابة. لكن بصفة عامة لا تنقطع عن الدعاء سواء كان بليل أو نهار، سواء كان يعني دعاء حاجة أو دعاء مسألة. فالدعاء هو العبادة، يبقى إظهار الإنسان لعبودية الله سبحانه وتعالى تظهر في تذلل الإنسان بين يدي الله عز وجل، انكسار الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك بنجد الإنسان لما يطلب حاجة من الآخر يعني قد يظهر التذلل أو الضعف أو الخضوع لهذا الإنسان عندما يعني يطلب منه ذلك المطلب. والله مثل أعلى، فأنت لابد أن تظهر الانكسار والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنت تطلب هذه الحاجة وهذه العبودية لله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يبقى الذين يستكبرون عن عبادة الله سبحانه وتعالى عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. قلنا يبقى ذليل حقير، يبقى كيف لا تسأل رب سبحانه وتعالى؟ يعني ولعلنا احنا استمعنا في الصلاة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، يبقى إنسان يشعر بفقره وبحاجته إلى رب سبحانه وتعالى، يشعر بضعفه. لأن من الممكن أن المال لو أعطي الإنسان هذا المال قد يشعر بنوع من أنواع الاستغناء عن ربي، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني بيشعر كده عنده مال فإيه مطلبه عند ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى موفور الصحة، عنده مال، عنده أولاد، عنده يعني عشيرة أو قبيلة، فقد يرى في نفسه أنه قد استغنى عن ربي سبحانه وتعالى. صورة الاستغناء هو قليل الدعاء، قليل الدعاء. لكن مهما كثر مال الإنسان فأنت فقير إلى ربك سبحانه وتعالى، وبالتالي نظهر هذا الافتقار إلى الله. يبقى المطلوب أن أنا أظهر هذا الافتقار إلى الله. يبقى مطلب العبد دوما يا ربي، يبقى المال ده احذر أن يمنعك من دعاء الرب سبحانه وتعالى في طلب الرزق الوفير، وفي طلب البركة، في طلب الصحة، يبقى في طلب أن يبارك لك في عمرك أو في مالك أو في أولادك. يبقى دايما كده، لأن قد ينسى الإنسان أو يغفل من هذا الجانب ويأمن أنه عنده مال، يعني عنده مال فيغفل عند ذلك من طلب الدعاء للرب سبحانه وتعالى أو طلب الوفرة في الرزق نتيجة أنه عنده مال أو غير ذلك. فلذلك احنا ننتبه ده الدعاء. يبقى ترجمة العبادات يبقى تظهر في افتقار الإنسان إلى ربه، في دعاء الإنسان لربه سبحانه وتعالى، في إظهار الحاجة إلى الله عز وجل. يبقى مهما كثر مال ذلك الإنسان، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم بتأتي الآيات بتعريف العباد بربهم وبنعم الله سبحانه وتعالى علينا، تعريف العباد بربهم وبنعم الله سبحانه وتعالى علينا. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يبقى هل إحنا فعلا بنرى دي آيات أو نعم؟ دي من نعم رب سبحانه وتعالى إن إحنا نتقلب في ليل ونهار. ومن نعم الله سبحانه وتعالى إن الله عز وجل جعل لنا الليل للسكنة والنهار لطلب المعايش، يعني دي من نعم الرب سبحانه وتعالى، يعني هذه نعمة من نعم الرب، وبالتالي احنا نتقلب فيها. لكن يا ترى احنا بنراها انها فعلا نعمة؟ انت عشان تراها نعمة انظر بقى الى هذا الامر كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. كيف نفكر؟ فربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لو جعل ذلك الليل صرمدا علينا الى يوم القيامة، جعل علينا هذا الليل صرمدا الى يوم القيامة، يبقى على ذلك من سيأتينا بذلك الضياء؟ طب لو جعل النهار صرمدا إلى يوم القيامة من سيأتينا بذلك الليل الذي نسكن فيه؟ فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن نعم الرب سبحانه وتعالى أننا نتقلب بين يوم ونهار. في النهار نطلب المعايش وفي الليل بيكون السكنة والراحة، هذه من نعم الرب. لكن تقلب الإنسان في النعمة لا نراها، لما بيأتي يا ترى الليل
يبقى أنت بتتذكر ذلك. طب لما بيأتي النهار أتتذكر ذلك؟ لا، أنا اعتدت يوميا أن أتقلب بين الليل والنهار. اليوم نحن يعني أدي الفجر يبقى بزغ النهار أهو، يبقى احنا هنمضي في النهار لغاية لما يأتي الليل، لو مد الله عز وجل في أعمارنا بيأتي الليل، مضى النهار أتى الليل، خلاص. يعني هي آيات احنا متكررة وبالتالي قد لا نراها. دي آية دل على عظمة الله سبحانه، على قدرته، وهذه نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. طب لو كان الليل ده يعني صار ممتدا كده إلى يوم القيامة، ما فيش نهار، يعني ما فيش نهار نطلب فيه المعايش، حياتنا تكون إزاي؟ طب لو كان ده نهار ممتد كده صرمدي إلى يوم القيامة، طب يا ترى من سيأتينا بذلك الليل الذي نسكن فيه؟ فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن رحمته جعلكم الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، يبقى دي نعمة. بترى النعمة أم لا تراها؟ إلف الإنسان دايما للنعمة بينسى، لكن لما أنا أساسا أتعامل مع النعم أنها نعم متجددة، على الرغم أنها متكررة لكنها أراها متجددة. يبقى اليوم يوم جديد، يوم جديد، يبقى كأن الإنسان كده الليل، يا ترى لو كان ذلك الليل حيمتد ولم يأتي بنهار، يا ترى كيف يكون الحال؟ ده أنا كل يوم أفكر، يعني كما مرت علينا الآيات، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى الموت احنا عيننا الموت، عيناه، أنا تعرضت للموت، يبقى تعرضت للموت هذا اللي هو في النوم. فعلى ذلك يبقى دي آية تذكر الإنسان، لما تنزع بقى الروح ولا ترد، وعند ذلك يختم بها على عمل الإنسان. يبقى كل يوم كده وأنا داخل إلى الفراش للنوم، يبقى أشعر هذا اليوم من الممكن أو هذه الليلة تكون من الممكن الخاتمة لعمري، فعند ذلك هيختم بها على عملي فرصة. يبقى أنا أتذكر، يبقى في يعني بعض الزلل، في بعض المخالفات، في بعض التقصير، يبقى فرصة بتمنح للعبد عشان إيه؟ يتوب ويستغفر، لأن ما زالت الروح ممتزجة بدني ولم تبلغ الحلقوم. يبقى على ذلك باب التوبة ما زال مفتوحا. تخيل كل يوم، لكن احنا اعتدنا كده أن آوي إلى فراشي وعندي أمل كبير جدا أن أنا غدا سأفعل كذا وكذا من الأمور. طب الآية دي، يبقى الآية دي أساسا أصل عندي، يبقى المفترض أنا كمسلم أصل عندي، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى ممكن أن الليلة دي تكون آخر ليلة، ممكن تكون آخر ليلة. طب يا ترى يبقى إيه المطلوب؟ لو أنا تذكرت الكلام ده هوت، يبقى على هقول إن أنا هبدأ أنظر إلى دواويني بقى، هي آخر أعمالي، إنما الأعمال بالخواتيم. فأنا هيبقى لي ورد من استغفار، من التوبة، هنصحح بقى مصاري، هحاول أجتهد في هذه التوبة، وعلى ذلك لو كان في مظلمة أسعى إلى ردها، لكن أنا يوميا بلاقي نفسي مستيقظ من النوم. يبقى بقالي عمر طويل سنوات وأنا أمر بهذه الأحوال، وبالتالي سنوات ممتدة ما زلت على قيد الحياة، فبينسى الإنسان، يغفل. لدى كل يوم المفترض ما نتذكر ذلك الكلام، تذكره، وبالتالي كيف سيختم لك لو تذكرت هذا الأمر؟ هل فعلا أنت ممكن تأتي خاطرة سيئة وتنام على هذه الخاطرة؟ لا، ده أنت، أنا أشعر أن أنا دي آخر ليلة، فماذا أفعل؟ ماذا سأفعل؟ يبقى لا، خطيرة سيئة إيه؟ ده خلاص ده هيختم على دويني وعلى عملي. فلازم أنا أزود ورد الاستغفار، ورد التوبة، ينابى الله سبحانه وتعالى، لا نضمر في قلبي إلا الخير وفعل الخيرات، أنتوي فعل الخيرات، لغير ذلك أنتوي عند نومي أن أنا سأستيقظ بالليل لكي أقوم بالدعاء سبحانه وتعالى، أو سأستيقظ الفجر لكي أصلي الفجر في وقتها، يعني حتى في نوايا طيبة أنا هحمل هذه النوايا في نفسي. عسى أن تكون هذه هي آخر ليلة، لكن أنا الليلة الأولى مضت والثانية والثالثة وأنا ما زلت في مدة زمنية طويلة من عمري يعني أتعرض لذلك، فنسيت، غفلت ونسيت. لكن إمتى لا أنسى؟ لما أنا أجد أتعامل مع كل ليلة أنها هي الليلة الخاتمة، يعني صلي صلاة إيه؟ مودع، كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم. دي يا ترى امتى اعملها؟ مع كل صلاه. يبقى صلي صلاه مودع، دي نصيحه وصيه من النبي صلى الله عليه وسلم. نؤدي نؤديها امتى؟ هل خلاص احنا انا هذه الصلاه ظننت انها اخر صلاه فصليتها، فجاءت الصلاه التاليه، فعلى ذلك خلاص انا بقى صليت صلاه مودع اهو. لا، ده كل مع كل صلاه. يبقى دي مع كل صلاه ومع كل طاعه بنفعلها عسى ان تكون اخر الطاعات، وبالتالي لم يمد في اعمارنا حتى ناتي بهذه الطاعه مره ثانيه. يبقى كل طاعه. طب ده انا صليت الصلاه الاولى وصليتها صلاه مودع، كنت فعلا استحضرت ان انا ممكن تكون اخر صلاه، يبقى خلاص ده ما كانش اخر صلاه، لسه العمر ما زال في بقيه. لما تاتي الصلاه الثانيه نفس الكلام، الصلاه الثالثه نفس الكلام، بعد يوم بعد يومين كل صلاه تمر علينا المطلوب ان انا اصليها صلاه مودع. أصوم الاثنين والخميس، كل يوم يأتي الاثنين أهو، يبقى دي لعلها يعني صوم مودع، لا أتمكن من الصيام بعد ذلك. يبقى ده أتى الخميس وهكذا، كل ما أنا أفعل الطاعة دي أو أتلبس بهذه الطاعة يبقى أعلم أنها هي آخر مرة أفعل هذه الطاعة. الكلام ده برضك أنا لما أجي أقوي إلى فراشي كل يوم كده تذكرة، في تذكرة كده، يبقى أنا عندي قبل ما أقوي إلى الفراش كده خلي الآية دي معانا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، مش هتردي تاني، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى احنا تعرضنا إن أرسلت الروح مرة ثانية، لكن ممكن يجي التوقيت ده. يبقى في الحالة دي كل يوم، يعني كل يوم، يبقى لا بد ان انا اتذكر. طب لو انا تذكرت الكلام ده لازم، مش ممكن انام على خاطر سيئه ابدا او اضمر الشر في قلبي لان مش هتمكن، ولكن نضمر الخير ويبقى في نوايا طيبه، لو رد لي او ردت لي الروح افعل كذا وكذا من النوايا الطيبه ده، بالاضافه ان انا هيبقى عندي ورد الاستغفار، ورد للتسبيح، يعني اذكار النوم وهكذا، يعني اصلي قبل ان انام لها صور كثيره. الكلام ده لما انا الايه دي خلاص هي دي اللي بنطلق من خلالها، ايات محوريه في حياه الانسان، دي ايات محوريه في حياه الانسان. يبقى ادي تعريف العباد بربهم: الله الذي جعل لكم، ده جعل لنا احنا. يبقى الليل والنهار ده لمين؟ يبقى لماذا جعل الله عز وجل الليل والنهار ده لنا؟ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. وربنا سبحانه وتعالى برحمته وبفضله وبإنعامه سبحانه وتعالى جعل الليل للسكنة، خصه بالسكنة، وخص النهار بطلب المعاش. والله عز وجل جعل تقلب الليل والنهار لنا، لنا. يبقى أشعر دي النعمة دي موجهة إلي أنا: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ممكن نكون من الأكثرية، ممكن نكون من الأكثرية. ده مين اللي قال لك إن احنا من الأقلية؟ فين شكرك لنعم الله سبحانه وتعالى؟ فين يعني الشكر ده بيبقى على النعم؟ فين النعمة هنا؟ تقلب الليل والنهار. وهذه مسألة. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل الليل للسكنة وجعل النهار لابتغاء المعاش، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لأن أنا هشكر إمتى؟ لما أقف إنها نعمة، لما أستشعر إن دي نعمة. يبقى أنت تقدم خدمة لإنسان هو لم يرها خدمة، يبقى لن يشكرك أبدا. لكن إمتى أشكرك؟ لما أنا أنظر إنها خدمة. لكن من الممكن أنا أنظر إنها ليست بخدمة، وبالتالي لماذا أشكرك؟ فيبقى عشان أشكرك لازم أنظر إنها خدمة، وبالتالي أعترف إنها خدمة، أنا أودي لك الشكر. لكن لم أؤدي ذلك الشكر لأني لم أراها خدمة. فهنا كذلك أنت تشكر رب على النعمة إمتى؟ لما تراها نعمة، هو لم يراها نعمة وبالتالي غفل عن ذلك الأمر. فكان من الأكثرية الغافلة. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، دايما التذكير بهذه القضية، قضية الخلق. لأن حتى الكفار، يعني الكفار يعني يعترفون أنه لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، فهم يعترفون يفردون الرب سبحانه وتعالى
بهذه الصفة، صفة الخلق، ذلكم الله ربكم. يبقى الذي فعل ذلك هو الإله الرب المعبود سبحانه وتعالى، ذلكم الله ربكم الذي خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يبقى اعترفنا بأن الله عز وجل هو الخالق المتفرد بذلك، يبقى لا معبود بحق إلا الله. إذا لا تصرف العبادة إلا للخالق، لا تصرف للمخلوق، إن لم تصرف للخالق صرفت للمخلوق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون فأنى تؤفكون. فيعني كلام غير مقبول أبدا عقليا لما أنت تعترف أنه لا خالق إلا الله وأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل علينا. طب لما تصرف العبادة تصرفها لمين؟ لغير الله. ده كلام يعني متناقض، يبقى كلام متناقض عقليا. يبقى من الذي أحسن إليك؟ الرب سبحانه وتعالى. طب الإحسان ده تقابله بإساءة أم بإحسان؟ يبقى على ذلك يبقى القاعدة العقلية أن الإحسان يقابل بإحسان لا يقابل بإساءة. يبقى لو أتينا بجميع الناس وعرضنا هذا الأمر عليهم مش ممكن أبدا إنسان عاقل يقول أن الإحسان يقابل بإساءة، ولكن الإحسان يقابل بإحسان، فقد أحسن الله إليك. فعلى ذلك كيف ترد ذلك الأمر؟ كيف يعني هل جزاء الإحسان للإحسان؟ يبقى دي قاعدة، يبقى قاعدة عند الجميع، الكل بيتفق على ذلك، ده أمر فطري موجود عندنا. فالإحسان لا يقابل بإساءة، بل إحنا بنتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى أن الإساءة تقابل بالإحسان، وده خلق المسلم. ففضلا الإحسان لابد أن يقابل بالإحسان. فأنى تؤفكون يعني كيف تصرفون العبادة لغير الله، كيف تصرفون العبادة لغير الخالق؟ فإن صرفت لغير الخالق فإنها ستصرف مخلوق. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. هتجد اللي بيفعل كده الجاحد بآيات الله سبحانه وتعالى، الجاحد. فترى أنت من الممكن أن تكون من الجاحدين لآيات الله سبحانه وتعالى؟ يبقى ده يتطلب اعتراف الإنسان بفضل ربه، رؤية الإنسان للآيات، وكذلك أن نقابل ذلك بمزيد من العبودية وبالشكر الدائم لله سبحانه وتعالى. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. يبقى من أساسا اللي بيصرف عن العبادة؟ الجاحد لآيات الله. يبقى دي عقوبة. يبقى والله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا لا يهتدي ذلك؟ لأنه ظالم، فظلمه كان سبب هذا الجزاء، أنه صرف عن طاعة الله. ولذلك لما يصرف الإنسان عن طاعة الله يفتش في نفسه، يفتش في نفسه ما الذي منعه من أن يعقد هذه الطاعة والعبادة؟ لماذا صرف عنها؟ يبقى ممكن يكون في ذنب، يبقى ده كان السبب في أن يصرف هذا الإنسان عن عبادة الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى ربنا سبحانه عاقب هؤلاء بأن أزاغ قلوب هؤلاء لما زاغت قلوب هؤلاء عن الحق. يبقى كان ابتداء الأمر منهم فكانت العقوبة، جحدوا آيات الله فربنا سبحانه وتعالى صرف هؤلاء عن عبادته. والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الظالمين. يبقى لماذا لم يأتدي بأمر ربه؟ لأنه أساسا كان فاسقا، فكانت عقوبة لهذا الإنسان أن صرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. يبقى الكل يعترف بذلك لله. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. كلها بيان لصفات الرب سبحانه وتعالى التي تفرد بها، ده عشان إحنا يستقر فعلا في النفوس وأن تكون على يقين جازم أنه لا يستحق العبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى المتفرد بهذه الصفات. كل آلهة اتخذت من دون الله فاقدة لهذه الصفات، فاقدة. وبالتالي يعني كيف نقول أنها آلهة؟ كيف نقول دي عندها صفات نقص وعيوب وعندها آفات وهي أعجز ما تكون؟ فكيف
تتخذ من دون الله سبحانه وتعالى، تعبد من دون الله، فالله تعالى هو المتفرد بذلك. يبقى رب الذي أعبده، هذا ربي الذي أعبده. انظر كيف تفرد بهذه الصفات التي يستحق من خلالها أن يفرد بالعبادة دون سواه. وبالتالي لو صرفت العبادة لغير الله يبقى هذا من الإفك المبين، هذا من الافتراء والظلم البين. يبقى الإقرار الأول، فين إقرارنا؟ يبقى فعلا يبقى هذه العبادات لا تصرف إلا لله، ولا يستحق أن تصرف له العبادة إلا الرب المعبود. الحيثيات، هذه الحيثيات كثيرة جدا، هو المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد، متفرد بالرزق، هو الذي صورنا سبحانه وتعالى فأحسن صورنا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بأرزاقنا، وبهذه الإحياء والإماتة سبحانه وتعالى، بهذه النفع والضر، هو المتفرد بذلك سبحانه وتعالى. وبالتالي لا تصرف العبادة إلا لا. يبقى يقين جازم. يبقى لو جاء إنسان كده يزعزع اعتقاد الإنسان، لا مجال أبدا، مش ممكن يتزعزع ذلك الاعتقاد. يبقى أنا بعبد ربي سبحانه وتعالى وأنا على يقين أنه لا يستحق العبادة إلا الرب. لو سألناك لماذا لا يستحق العبادة لرب المعبود سبحانه وتعالى، لماذا لا تصرف هذه العبادة لغير الله، يبقى أقول لك هذه الحيثيتهم، لأن الله تعالى تفرد بذلك. وبالتالي على ذلك لو صرفت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهذه آلهة بها عيوب، وأيضا أعجز ما تكون، فلا تستحق أن تكون آلهة، فلا تستحق أن تكون آلهة. يبقى هذه تفريد الأمر. يبقى لما الآلهة اتخذوها من دون الله يبقى عندها صفات النقص والأفات والعيوب وأعجز ما تكون عن جلب الدفع، عن جلب المنفعة لنفسها أو دفع مضرة عن نفسها فضلا عن غيرها. يبقى على ذلك كيف يعبد؟ كيف يعبد؟ يبقى دي آلهة باطلة هي. يبقى هم سموها آلهة لكن هي لا تسمى بذلك الاسم، وبالتالي إلا إله واحد هو المستحق للعبادة المتفرد سبحانه وتعالى في صفاته، سواء في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات. لذلك دائما احنا بنقرا قل هو الله احد، احد في ذاته، احد في افعاله، احد في ربوبيته، احد في اولهيته، احد في اسماء وصفاته. قل هو الله احد، الله الصمد. جميع الخلق يحتاجون الى الله، هو غني حميد، لم يخلق الخلق لحاجته سبحانه، ولم يامرهم بالعباده لحاجته، ولم ينعم معصيه لذلك يؤثر في ملكه، ولكن ربك سبحانه وتعالى غني حميد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا مثل له ولا شبه له. هل تعلم له سمية؟ لا سمية له سبحانه وتعالى، متفرد. يبقى على ذلك يبقى على يقين جازم فعلا أنت بتفعل العبادة وأنت مقبل على ربك سبحانه وتعالى. لو اجتمعت الدنيا على أن يزعزع عندك ذلك الاعتقاد لا مجال أبدا. ليه؟ لأن ده أمر يقيني جازم في قلب أنه لا يستحق العبادة إلا الله. يبقى تخيل كده أمر أنت وصلت إليه هذه ويتمكن هذا الأمر من قلبك بحيثيات، حيثيات منضبطة. فعلى ذلك يبقى لو جاء إنسان يشككك فيش مجال، فيش مجال أبدا أن أشكك في إيماني أو أتردد في ذلك. ده إيمان جازم، يقين جازم. وبالتالي على ذلك ده اللي كانت الصحابة، وده اللي ذكره هرقل أبو سفيان رضي الله عنه، قال كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. يعني كان بيسأله كده هل في حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيرتد عن دينه بعد الدخول فيه؟ قال لا. قال كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، بينزل في القلب كده ويستقر ويتمكن ويغرس غرسا، يبقى مفيش مجال. يبقى الجبل كده يتزعزع مكاني، لكن قلوب هؤلاء ثابتة، ثابتة. ليه؟ لأنه تعرف فعلا على ربي، فالله عز وجل يعرف العباد به. وأن عشان نتعرف على رب المعبود سبحانه وتعالى، وكلما تعرفنا على صفات الله سبحانه وتعالى ازداد حب الإنسان لربه، وشوق الإنسان إلى ربه، ازداد إجلال الإنسان وتعظيم الإنسان لربه سبحانه وتعالى. وكل ده بيظهر في تعظيم أوامر رب سبحانه وتعالى، في امتثال العبد لها واجتناب العبد منها عنه ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. يبقى المطلوب بقى بعد التعريف ده، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لا يستحق أن يحمد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى من جميع الوجوه. لا يستحق أن يحمد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى من جميع الوجوه، له جميع المحامد والمداح والثناء
سبحانه وتعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يبقى خلاص بعد التعرف على رب سبحانه وتعالى وإن احنا حنخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، كيف ترد على المشركين؟ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. يبقى إعلان الإنسان عن عقيدته، وكيف نقابل هذه الأباطيل؟ وحنجد أن أهل الباطل عندهم جلد في الدعوة إلى باطلهم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قالوا ده طريق الهدى هو الطريقة التي نحن عليها. اليهود قالوا الكلام ده والنصارى قالوا الكلام ده، وكل صاحب ملة منحرفة يقول هذا الكلام. يبقى كل صاحب ملة منحرفة بيدعو إلى باطله وعنده جلد، يعني عنده جلد في دعوة الناس إلى هذا الباطل. يبقى على ذلك يبقى أنت كمسلم أسلمت لربك سبحانه وتعالى، ينبغي أن تعلن عن عقيدتك في ربك سبحانه وتعالى. قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله. يبقى أيضا يعني من ضمن الآيات المحورية: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. التبرؤ من الشرك وأهله، يبقى هذا من الاعتقاد الصحيح. يبقى زي ما احنا كده يعني بنظهر المقت وأيضا البغض للسيئات والمخالفات، يبقى مطلوب أننا نظهر يبقى الحب للطاعات والبغض للسيئات. كذلك أيضا نظهر عن أو أعلن عن عقيدتي في الله سبحانه وتعالى، هذه العقيدة. وكذلك في المقابل أمقت هذه العقيدة الباطلة، بل أنا لابد أن أعلن عن ذلك. قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دونه. قل يا أيها الكافرون، قل هذا قول، يعني مش قول أنا أقوله في داخلي. قل يا أيها الكافرون، أنا مسلم مميز لا تستحي من إظهار الدين أبدا ولا معالم الدين ولا شعائر الدين. يعني البعض قد يترك بعض السنن أو يترك بعض الطاعات، يعني لماذا تترك؟ مخافة لوم الناس. المؤمن لا يخافون في الله لومة لائم. يبقى احنا مخافة تعليقات الناس، سخرية الناس. على ذلك انتبه، يبقى لا تستحي من أي طاعة من الطاعات افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى، لا تستحي من ذلك. ليه؟ لأن في بعض الأحيان يبقى اللسان يستحي أن يظهر ذلك الأمر، يظهر هذا الأمر. فعلى ذلك يا ترى إيه المانع؟ ما الذي يمنعك؟ أنت مسلم، نظر إسلامي، وهذا من إسلامي، دي شعائر تعبدية، نظر ذلك الأمر، أو شعارات المسلمين، نظر ذلك الأمر، يعني نظر هذا الأمر. وبالتالي قل إني نهيت أن أعبد الذي، ده قول، قل ماذا، كيف أرد على هؤلاء؟ كيف أرد على هؤلاء؟ فما فيش تمييع للقضية، فيش تمييع، لكن أنا واضح تماما. أنا كمسلم لابد أن أكون واضحا، يعني في اعتقادي وإظهار هذه العقيدة، في شعائري التعبدية، في شعاراتي، أنا مسلم مميز. ده أنا مسلم مميز، ده احنا بنميز في الطعام والشراب، حتى في لبس النعال ده احنا بنميز. أنا كمسلم أبدأ في لبس النعال باليمين وأبدأ في خلع النعال بالشمال، مسلم. أما أدخل الخلاء أبدأ دخول الخلاء بالشمال وأخرج من الخلاء باليمين. يبقى دي أنا كمسلم أنا مميز في كل أموري، حتى أمور الحياة، حتى أمور الحياة أنا مسلم، عند شرابي أنا مسلم، عند طعامي مسلم، عند نومي، عند لبس الثياب خلع الثياب أنا مسلم، عند لبس النعال خلع النعال، دخول الخلاء خروج من الخلاء، عند النوم عند الاستيقاظ مسلم مميز. فلابد أنت أن تظهر ذلك الأمر. ولذلك قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، ده أنا على بينة، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. أنا لي وجهة واحدة بتوجه إليها بكل أعمالي،
وبكل أقوالي بكل حركاتي وسكناتي، كما مرت علينا الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين، أول من يبادر ويسارع. يبقى إياك أن تستحي من إظهار أي طاعة من الطاعات. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الآيات إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.